يا حبيبي على هالقصة، سيف الفصل والوصل، سيف الفاروق، اسمه سرندر، استسلام. واحد من المستنيرين اسمه بودي دارما قال لي قعد على شجرة، والشجرة بكهف، كيف طلعت؟ سر كبير. قال له ماني طالع من هون، بيرم ظهري على العالم بهالمغارة إلا ما لاقي واحد أحلى مني. أحلى مني يا الله، ماني طالع من هون. وأجا قال له بروم وجهك صوبي، قال له بدي إياك تكون أحلى، استسلام أقوى مني، سلم أمرك إلى الله. قص إيده ورميها، طلع لقى في إيده، قال له إذا ما بتلتفت بدي أقطع راسي. لقى صادق يلي قطع إيده، لقى الله. التفت واثنين شافوا سر كبير، المرآة وجها لوجه، العين للعين، نور المؤمن للمؤمن أن يرى بنور الله. هاي المرآة، كل شيء بيتغير فينا إلا العين، إلا البصيرة. قال له أمرني يا رسول الله، اجعلني أميرا على البصرة. قال له البصرة تزور، أجعلك أميرا على بصيرتك التي لا تزور. وهي اللي بدنا إياها، البصيرة، البصر للدنيا، ولكن بدي أفتح البصيرة. كيف؟ يا دنيا غري غيري، جوزتك وطلقتك بالثلاثة، ما عنا كبت لا من ناحية الأكل ولا من ناحية النكاح ولا شيء. أكلنا وشربنا وسرقنا وطلعنا وعملنا سياسيين وكله، لا شو بدنا التنافس، ملك جمال العالم الأول ما بديها. كل اللي عم بتشوفوه منافسات نفسي. فإذا الاستسلام، الرضا والتسليم، نهاية العلم والتعليم.